مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. تفاصيل جديدة حول تحرك المخابرات في الكشف عن ملف من العيار تقيل بخصوص أموال الإشهار العمومي المنهوبة وأسماء تقيلة تجار للحراج. أولا وبعد كشف جريدة الجزائر واحد مع تحرك مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي لتفكيك ملف فساد داخل الوكالة الوطنية للإشهار وحبس وزيرين وبعض المسؤولين، الآن القائمة تتسع وفيها حتى برلمانيين وشخصيات معروفة ورياضية وغيرها تورطوا واستفادوا من الملايير بطرق غير شرعية، خاصة وأن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار العربي والنوغي كان كشف عن حزمة فضائح وتلاعبات في منح الإشهار العمومي لصحف من دون أي معايير واضحة وبتدخلات من قبل السلطة والأجهزة وأطراف مختلفة حينها لتمكين صحف لا توزع أصلا من الحصول على الإشهار. وكان من بين الجهات التي كشف عنها صحف كانت المفاجأة بالكشف أنها تتبع للنواب في البرلمان ورجال أعمال وشخصيات، كما كان تورط عبد القادر خمري المدير العام السابق للوكالة الوطنية للإشهار في هذا الملف تقيل وأبرز قضية فتحت ضده تخص تمويل برنامج نشر مع دار نشر لبنانية بمليارات دينارات من دون أثر مقابل. كما أن جريدة الجزائر واحد كانت كشفت أن حتى وزير الاتصال السابق بالحمار عليه شبهات الفساد وفق ذات الجريدة لأنه حولها وفق معلومات إلى منبر للفساد وملكية خاصة في توزيع الإشهار بعد إلغاء حق التنافس العادل بين وسائل الإعلام المعتمدة، ولم يتخذ حسبها العبرة من وزراء بوتفليقة الذين تم حبسهم بسبب الفساد والتلاعب بأموال الشعب. وتحرك المخابرات الداخلية الآن وفق جريدة الجزائر واحد يسرع من جر العديد من الأسماء إلى الحراج والقبض عليهم للمحاسبة، حتى شخصيات معروفة بعيدة عن السياسة ستجر أيضا للمحاكمة وفقها لأنهم تحصلوا على عشرات الملايير دون وجه حق وبطرق مشبوهة، مع العلم أن الصادم في القضية هو حصول بعض الجرائد والمجلات على الملايير شهريا حينها دون أصلا أن ينشروا أو يصدروا شيئا بل بالاسم الوهمي وفقها وكما كان حدث مع محمد رابح ماجر الذي كان تحصل على الملايير لجرائد يملكها لم تكن أصلا موجودة ولا تصدر نهائيا. فتحقيقات الجهة الأمنية التي فتحت الملف الحساس فيه أسماء نافذة في زمن بوتفليقة وشخصيات وطنية وريادية معروفة إلى القضاء يزورون الحبس لأول مرة بعد أن فجأهم هذا الملف الثقيل، ومن الممكن جدا حسب جريدة الجزائر واحد أن يصل إلى مدراء ومسؤولين في حكومة الجزائر الجديدة بعد انتهاج بعض الأطراف أساليب المحسوبية وطرق مشبوهة تتنافى وتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. فقد كان ذكر والنغي أن جريدة النهار حصلت على مقابل إشهاري يقدر ب 120 مليار سنتيم بين سنتي 2012 و2015 و 115 مليار سنتيم سنتي 2016 و2019 أي 235 مليار سنتيم في 8 سنوات. ومن بين المستفيدين بقوة حسب والنوغي جريدة لوجور المملوكة لزوجة صحفي سابق والتي حصلت على 56 مليار سنتيم بين 2012 و2015 و45 مليار سنتيم بين 2016 و2019. وحصلت أيضا جريدة لاديبوش دو كابيلي التي يسيرها إيدير بن يونس شقيق وزير صناعة السابق عمار بن يونس على 23 مليار سنتيم في الفترة الممتدة بين 2016 و2019، في حين صحيفة الشروق حصلت على 140 مليار سنتيم بين سنتي 2012 و2015 ثم تراجعت حصصها إلى 40 مليار سنتيم بين سنتي 2016 و2019، كما استفادت جريدة الخبر من مبلغ 35 مليار سنتيم في نفس المدة، في حين جريدة الحياة المملوكة لهابط حناشي فقد حصلت على 12 مليار سنتيم في الفترة ما بين 2016 و2019. أما الجريدة المملوكة للنائب عبد الحميد سعافي فقد حصلت على 109 مليار سنتيم، كانت حصلت في جريدة منبر القراء 19 مليار سنتيم بين 2012 و2015 و31 مليار بين 2016 و2019، في حين نالت جريدة ريبورتر مبلغ 54 مليار سنتيم في الفترة ذاتها، وهي جريدة يطرح حولها حسب الرئيس المدير العام إشكال تضارب المصالح كون من يسيرها هي زوجة أمين شيكر المدير العام السابق في المؤسسة أنا 10، علما أن هناك جريدة أخرى هي لديبا تابعة لنفس الشخص وحصلت على 43 مليار سنتيم بين سنتي 2016 و2019. أما جريدة البلاد فحصلت على 40 مليار سنتيم في نفس الفترة، والقائمة طويلة جدا للعديد من الذين استفادوا من عشرات الملايير بطرق مشبوهة ومريبة من أموال الإشهار العمومي دون وجه حق.
وكانت الأرقام مدوية ويتضح أن كل قطاع في عهد النظام السابق إلا وطاله النهب والفساد وتبديل المال العام فيما بينهم دون أي ضمير ولا رأفة بها للشعب. علي بن فليس ينهار بعد قضية ابنه وهدم ما حدث له بعد الحكم، فهل تلتفت المحاسبة إليه وبماذا تهمه كثيرون؟ وقضية ابنه تجعل الرئيس عبد المجيد تبون يتخذ قرارا صارما بعد كشف من تخابر معهم أيضا، بداية رئيس الحكومة السابق علي بن فليس في زمن الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الأخير حاليا منهار تماما مع القضية التي تورط فيها ابنه ومست بأمن واستقرار الجزائر بتخبره مع أطراف أجنبية ومحاولته ضرب مصالح البلاد لأجل مصالح شخصية له ببيعه لأسرار الدولة إلى جهات أجنبية وغيرها من التهم، مع التروى أيضا التي كونها ووصلت لدرجة قياسية ومهولة بالنهب الذي فعله والفساد والتواطؤ والضغط على بعض المسؤولين. أما حاليا فصدمة والده علي بن فليس فقد تتفاقم في الأيام القادمة مع توجيه اتهامات من عدة أطراف سابقا وحاليا لعلي بن فليس أيضا، خاصة من صحف محلية معروفة اتهمته بتكوين هو وأولاده ثروة ضخمة ومشبوهة، وقالت في مقالاتها صحف كالنهار وكذا محلل وشخصيات نقبوا جميعا وراء ثروة بن فليس وعائلته وخاصة ابنه المسجون حاليا بتهم ثقيلة ونال عليها الحكم الأثقل بالعقوبة القصوى، إذ قالت أن كل أفراد عائلة علي بن فليس لديهم تأشيرات تمكنهم من الإقامة في أي بلد يشاءون حسب النهار ويمتلكون جميعا ثروة ضخمة. وأضافت الجريدة أن بن فليس كان يستعمل ابنه المحامي كوجهة للإشراف على القضية التي يتسلمها، وذلك بالتوسط له لدى الشركات الأجنبية البترولية بالجزائر من أجل المرافعة في القضايا التي ترفعها هذه المؤسسات ضد أطراف جزائرية وهو ما يعود على بن فليس بعائدة تقدر بعشرات الملايير حسب النهار. كما أضافت أن بن فليس دفع في إحدى المرات 250 ألف يورو للحصول على فيزا في كندا للإقامة فيها، ووجهوا له اتهامات ثقيلة جدا عن كونه متواطئ في فساد سابق وأفعال ابنه حينها، وعادت للوجهة تلك الاتهامات الآن بسبب القضايا المدوية التي هزت الجزائر بحجم الثروة التي كونها ابن علي بن فليس، بجانب القضية التي أغضبت الرئيس بون بعد اكتشاف أن ابن علي بن فليس تورط في قضايا تخابر وحاول ضرب مصالح الجزائر، خاصة في قضية 15 طائرة للخطوط الجوية الجزائرية التي قام فيها بتسريب معلومات جد حساسة محاولا خلط حسابات الحكومة ودون مراعاة لمصلحة الجزائر سوى الاهتمام بمصالحه الشخصية ومضاعفة الثروة التي يجنيها وكونها بطرق مشبوهة، لكن يفقدها كلها مع أحكام المصادرة وكشف كل شيء. اسم علي بن فليس ظل قاربا من المحاكمة، خاصة وأنه قد تم اتهام ابنه بتجربته في الانتخابات الرئاسية الماضية التي كانت عارفة وصول عبد المجيد تبون إلى الرئاسة، فتورط ابنه في هذه القضية الثقيلة سبب للأخير انهيارا تاما، وهو البالغ من العمر حاليا 79 سنة، كان وزيرا للعدل مطلع التسعينات القرن الماضي وترأس الحكومة.